شهد الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، رئيس شركة الشارقة لإدارة الأصول، الاحتفال الذي نظمته الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيسها، وذلك بحضور سعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية الرئيس التنفيذي للمجموعة، وسعادة سيرج تيل رئيس وزراء موناكو الأسبق، بالإضافة إلى القيادات والرؤساء التنفيذيين في الشركة ومديري المشاريع التابعة للشركة وبمشاركة جمع كبير من الموظفين. سنوات من الإنجازات والنجاحات الرائدة عززت من القدرة التنافسية لإمارة الشارقة على الساحة الإقليمية والدولية، وأسهمت في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام الذي يدعم رؤية الشارقة الاستثمارية والاقتصادية. واليوم تحتفل شركة الشارقة لإدارة الأصول بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيسها خلال حفل أقيم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة. وفي كلمته خلال الحفل أكد سعادة وليد الصايغ الرئيس التنفيذي للمجموعة أن رؤية الشركة واضحة، وهي بناء نموذج استثماري رائد يسهم في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة استثمارية عالمية، ويضمن استدامة الموارد المالية للإمارة عبر استثمارات استراتيجية مبتكرة ومدروسة، والتي تعطي قيمة مضافة لمواطن ومقيم الإمارة ليتمتع بالرفاهية والرخاء والحياة المعيشية التي تليق بهم. عقب ذلك تم عرض فيديو يبرز أهم المحطات والإنجازات في مسيرة الشارقة لإدارة الأصول، ويسلط الضوء على مجموعة من قصص النجاح والتجارب التي صنعت الفارق في مسيرة 15 عاماً للشركة. كما تضمن الحفل جلسة حوارية مع سعادة سيرج تيل رئيس وزراء موناكو الأسبق، الذي أشاد بإمارة الشارقة واصفا إياها بأنها إمارة مميزة، وأشار إلى زيارته إلى مجمع القرآن الكريم حيث أبدى إعجابه الكبير بما يحتويه من مقتنيات وسرده المميز للتاريخ، واعتبر المجمع أيقونة هامة على مستوى المتاحف والمجمعات العالمية. كما تطرق إلى زيارته للمدينة الجامعية في الشارقة مؤكداً أنها تشكل قاعدة أساسية ومهمة لدعم المجتمع. وفي الختام كرم الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس شركة الشارقة لإدارة الأصول الشركاء الاستراتيجيين للشركة إلى جانب نخبة من الموظفين المؤسسين والذين التحقوا بالعمل في العام الأول من تأسيس الشركة. يذكر أن شركة الشارقة لإدارة الأصول هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، وذلك بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.